بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي فريمون نظيف بزاف واللي كيتعلق ايضا بالتليفون او لا بالرسم او لا شي حاجه اللي غادي تفيدني انا وعجباني فغنشاركها معكم بالطبع. فقبل ما نبداو هذا الفيديو هذا ما تنساوش تهبطوا لتحت وتخليو شي تعليق وديروا لايك وتشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء نتاعكم وايضا تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد كنلوحو. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي المحتوى نتاعك متنوع، انا فقط كندير الرسم وكنخترع ايضا وكنلوح رياكشن على شي حاجه اللي مختلفه وكنشرح تطبيقات. اما باش تقولوا لي بلي راه ما كنبقاش في واحد المحتوى، انا كنوع، يعني اي حاجه كنلقاها غيستافدوا منها الجميع كنلوحها. ناقشت معكم هذا الموضوع لحقاش فريمون كيجيني بزاف، كيجيني في التعليقات في اليوتيوب وايضا كيجيني من الناس برا فاش كنتلاقى معاهم كيقولوا لي بلي المحتوى نتاعك مختلف. هذا المحتوى هذا كندير فيه كل شيء واي حاجه يمكن تستفد منها نتايا كمتفرج وما تكونش شي حاجه اللي خايبه. فبالنسبه لهذا الاختراع انا درته فقط على قبل الرسم، يعني هذا الستيلو هذا او هذا الاختراع اللي درت هو كيعاونني بزاف على انني نرسم في التليفون. يعني كاين واحد التطبيق اللي كيخليك واحد الابليكاسيون اللي كتخلي لك المجال في انك ترسمي في التليفون، يعني ماشي غير في الوراق. فاللي ما كيتمكنش انه يرسم في الوراق وفي اللوحات يتمكن انه يرسم في التليفون، وهذا هو الاختراع الاول اللي كنت درت. اما الاختراع الثاني فغتشوفوه في الفيديو وباش تفهموا داكشي كاملو كملوا الفيديو حتى الاخر. فبالنسبه للناس اللي قالوا لي بلي راه ما كيتمكنوش انهم يكونوا عندهم ستيلوات في هذا الشكل هذا، يمكن لكم انكم تديروا شكل عادي اللي كيكون هذوك الريوس نتاعهم مفتوحين، يمكن لكم تستعملوا حتى هذوك يعني نتاع ستيلو بيك، يعني ستيلو بيك حتى هو مزيان يمكن لكم تديروا فيها التجربه هذه. ما خاصكم تزيدوا الومنيوم باش يخدم لكم هذا الستيلو. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا جبت واحد العود داك باش كنستخدمو نتاع الودنين، عند جبت داك ستيلو يمكن لكم تجيبوه عادي ما كاينش شي مشكل، وجبت غراف اولا شي لعيبه فاش ديروا الماء باش يخدم لكم هذا الستيلو هذا، غير واحد شويه يعني ماشي بزاف ما بغيناش نتوضاو به. المهم جبنا غير واحد شويه باش يتمكن انه يخدم هذا الستيلو. المهم خليكم معنا فيديو كملوه حتى الاخر باش تستافدوا. المهم كيف ما كتشوفوا في الفيديو ستيلو خدام مزيان، يعني خاصكم في كل مره فين ما ينشف ستيلو او اللي ينشف هذاك الراس نتاع ستيلو خاصكم تعمروه بالماء، يعني ماشي بزاف غير واحد شويه. فهاد الشيء اللي كان في هذا الفيديو هذا كنتمنى انه يعجبكم، ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء نتاعكم وتخليوا لي لايك وتعليق. وهذا هو كان الاختراع الثاني نتاع المغربيه ويام، وهذه ديما غتسمعوها في لفه نتاع الفيديو تاعي.